ما انت تيجي تقول لي ايه، اصل كان في عمود واتشال والاقي شروخ، يبقى نرجع نعمل اعاده تصميم للمبنى تاني ونشوف شيل العمود ده ضر المبنى ولا لا. الكلام ده لو فيه لكن انا مفيش حاجه، لو في اضرار يا ابو البيت، البيت ما فيهوش شروخ يبقى البيت ستيبل مستقر مفيش اي حاجه. تمام، مش هيستنى 20 سنه عشان يبتدي يقول اي ده من بعد شهر على طول. وبعدين زي ما انا قلت لك برضك يا ابو ساره، يوم جيت هنا قلت لك اي شرخ في كاميرا اللي يبان اكتر قاعد كاميرا مش جنب الكاميرا. لو في لا 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 كله هندسه، لا لا, 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 لا لا بس الاكتر يبان فيه هندسه. لا 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 كله هو التلاته اصل مفيش حاجه تقطم، هي كلها قطمت كلها قطمت بس الثلاث جنب بيقطموا. بس الشرخ يبان فيه اكتر، يوسع من تحت قاعد كاميرا هيوسع اكتر. بس بس واحنا ما وصلناش للمرحله ان انا اشوف فيها اسماك سمك. ده احنا لو وصلنا ان انا اعرف السمك اللي تحت اكبر واللي فوق ضعيف يبقى الكاميرا تقطع من السقف خالص. وعايز اقول لك وقعت وهبطت وهبطت بالسقف. لكن كون ان هي بتبقى فيها مشكله بتبقى تشعيره بس. ما فيش تشعيره كسرنا ما لقيناش حديد، في تشعيره كسرنا لقينا الحاجات كتير، الكفر بتاع الخرسانه كبير. هل هنا الكفر كبير؟ لا طبعا. بالنسبه لايه؟ الكفر، كفر خرسانة. هل الخرسانة كبيرة؟ اللي فوق في السقف؟ لا البابين قاع الكاميرا تحت اهو. يعني هندسة معظم هنا هتلاقي 2.5 3 سم بكتير اهو. يعني انا ادي القاع بتاع الكاميرا اهو. انا لما جيت حطيت الحديد، هل الحديد بعيد اللي تحت؟ لا 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 طبعا. قريب من النجار. بس ظبطت تحت كده يعني. بس خلاص يا باشا بيتك زي الفل. دي حاجة أنت متأكد؟ دي آخر حاجة أنا كنت هشك فيها. الله يصحك. بس يا باشا. طب بالنسبة